Test number two, number one complete A. The area of the square equals half the product of, Ta تسميع rule, half the product of diagonal one multiplied by diagonal two, or the first diagonal multiplied the second diagonal. Number B. For a belong to N, b belong to N, then a product b. The product تابعًا هيكون belong to N. الملتبليكيشن والاديشن الاتنين افيلبل ان ان دايما الملتبليكيشن افيلبل ان ان يبقى البرودكت دايما لازم يبقى بيلونج تو ان نمبر سي 23 multiply باي براكت 92 بلس 8 ايكوالز 23 يبقى هجمع اللي في البراكت 92 بلس 8 هتديني 100 يبقى 23 باي 100 اللي هي ب 2300 اوكي نمبر دي if x equal x such that x belong to n وال1 smaller than or equal x smaller than 5 يبقى ايه اللي ما بين ال1 وال5 2 3 4 وال1 كمان معايا لان في علامة الـ equal في علامة equal ناحية ال1 انما مش ناحية ال5 يبقى ال1 هيبقى معايا في ال ايه في الـ 6 انما ال5 لا number 2 circle the true answer number A the area of the triangle whose base length is 6 and the corresponding height برضو 6 طبعا الرول rule of the area of the triangle half by base length by height يبقى half by 6 ال base ب 6 وال height ب 6 half by 6 by 6 هتديني 18 سنتيمتر سكوير نمبر بي if the set of even numbers is e يبقى ال e يا ترى belong to ولا doesn't belong to ولا subset ولا not subset from the n طبعا ال even numbers كلهم موجودين في الـ Natural Numbers الـ Natural عبارة عن Even و Odd يبقى طبعاً Subset الـ Even Numbers Set يبقى Subset Number C The longest chord in the circle is 7 إيه هو الـ Longest Chord؟ طبعاً هو الـ Diameter الـ Diameter هو أكبر chord في الـ Circle بدين الـ Diameter و طالب الـ Circumference يبقى Circumference equal by Multiply d ال ب 22 over 7 وال هو 7 يبقى 22 over 7 by 7 تديني 22 سنتيمتر نمبر 2 I draw the rectangle ABCD where AB ب 2 BC ب 3 طب الأول قبل ما نكمل بقية المسألة نرسم قبل ما نشوف هو عايز الامج نجيب ال ازاي يبقى نرسم rectangle فيه length ب 3 وال ب 2 طبعا ما فيش فيها اي مشكلة هرسم اول حاجة الواتس مثلا هو الاي بي 2 سنتيمتر عن طريق الرولر وبالتريانجل اللي هو في الجيومتريك فيجرز اللي معانا هنرسم perpendicular عليه بثري بعد كده تو بعد كده ثري بيقول لي عايزين الريفليكشن اكروس سي دي ستريت لاين يبقى هنرسم CD straight ستريت لاين اوكي عايزين نجيب الامج بقى طالما CD دي ستريت لاين انا عايز اجيب الرفليكشن للاي بي سي دي اللي موجود على السي دي الريفليكشن بتاعه الايمج بتاعته موجوده هي هي يبقى الايمج اوف سي هي السي والايمج اوف دي هي برضو الدي يبقى انا هجيب بس الايمج للاي والبي الايمج اوف اي من الاي للدي 3 سنتيمتر يبقى اكرر 3 سنتيمتر الناحيه الثانيه فوق اوكي تبقى الاي داش نفس الكلام من البي للسي 3 سنتيمتر يبقى هكرر 3 سنتيمتر فوق تبقى هي دي البي داش لو عملت جوين ما بين الاي داش بي داش والسي والدي بقى الاي داش بي داش سي دي هو الامج للريكتانجل A, B, C, دي نمبر 3 a A, B, C, D is a rhombus in which اي سي ب 10 وبي دي ب 8 فايند الاريا وفايند image الاول انا عايزه ارسم رومبس في اي سي وبي دي هو اسمه اي بي سي دي يبقى الاي سي والبي دي دول الدوت التو Diagonals مش السايدز يبقى طبعا هما بيبقوا Perpendicular يبقى زي علامة البلاس كده واحد فيرتيكال لاين هنرسمه ب 10 سنتيمتر والهوريزونتال لاين ب 8 سنتيمتر طب هرسمه ازاي ب 8 سنتيمتر من الميد تيرم بتاعة ال AC يبقى من النص كده هنرسم هنا 4 سنتيمتر وهنا 4 سنتيمتر كده بقى عندي ال A والB B وال C وال -D هوصل ما بينهم بس يبقى عندي جومبس the area of the rhombus equal half by diagonal 1 by diagonal 2 هو مديني two diagonals ب10 وب8 يبقى half by 10 we'll by 8 تديني 40 سنتيمتر سكوير طب نمبر 2 بيقولي find the image of the triangle ABC by reflection across AC triangle ABC اللي في الright hand side طب حوالين ال AC يبقى كل ال اللي على ال AC الامج بتاعتها هي نفسها يبقى الامج of A هي ال A والامج اوف سي هي السي يبقى انا محتاجه بس هجيب الامج للبي يبقى الامج اوف بي اكيد هتبقى دي اللي الناحيه الثانيه لان البي للاي سي 4 سنتيمتر يبقى الناحيه الثانيه الدي هي اللي على بعد 4 سنتيمتر اوكي يبقى الـ triangle اللي في left hand سايد اللي هو اي دي سي هو الامج للترانجل اي بي سي نمبر 3 بي حاتم بوت 3 نوت بوكس وير ذا برايس اوف ايتش از ال اي he gave the sailor LE20 and he still has LE5 يعني الراجل رجع له 5 هو اداله 20 والراجل يعني ده كأنه ريمندر اتبقى معاه 5 بعد ما دفع ال20 بعد ما اشترى ال3 نوت بوكس اوكي يبقى اول حاجة the price of نوت بوكس بقد ايه ال1 نوت بوك ب x يبقى ال3 نوت بوكس ب 3 ملتبلاي x يعني 3x طب ال كل اللي دفعه 3x واتبقى معاه 5 كل ده بكام بال20 اللي كانوا معاه يبقى 3 3x بلس 5 الريمايندر اللي بقى معاه كل ده بكام بال20 يبقى هي دي الايكويشن طب نودي ال5 الناحيه الثانيه الكونستانت بعكس الساين عكس البلس ماينس تبقى 3 3x equals 20 ماينس 5 يبقى 3 3x equals 15 20 ماينس 5 ب 15 3x يعني 3 ملتبلاي x هنودي 3 الناحية التانية بعكس للمولتبليكيشن يبقى عكس للمولتبليكيشن ديفيجن تبقى 15 divided 3 اللي هي equals 5 نمبر 4a in a two dimensional coordinates plane locate the points a و b و c و d then find the area طب الأول هنرسم ال two dimensional coordinates plane يبقى ال x وال y ال x طبعا هو ال horizontal line وال y ال vertical line الاثنين بيتقابلوا في الزيرو وبعد كده عند كل سكوير بنكتب 1 2 3 سواء في الاكس او في الواي مفيش فيه اي مشاكل طب الاي بقى 3 و0 3 يعني بنبدا بالاكس الاول 3 يعني اكس يبقى هنمشي بالعرض 3 عند الاكس اكسس والزيرو يعني ولا هطلع ولا هنزل وهنكتب ايه طب البي 5 و0 يبقى في الرايت هاند سايد هنمشي 5 وبعد كده زيرو يعني ولا هطلع ولا هنزل تبقى البي سي زيرو فايف يبقى زيرو في الاكس يبقى لسه عند الاوريجن الزيرو اهو نطلع بعد كده فايف في الواي ونكتب السي دي زيرو ثري يبقى برضو زيرو يعني عند الاوريجن الزيرو في الاكس بعد كده الواي بثري يبقى هطلع فوق ثري لو عملت جوين بقى A بي سي دي الفجر اللي اتكون عندي ده هو الشيب اي بي سي دي وده مش باريلوجرام ولا ريكتانجل ولا سكوير ولا اي حاجه هو طالب مني الاريا يبقى مش هجيب الاريا عن طريق رول لا هعد السكويرز اللي جوه انا عندي فور هول سكويرز يعني سكويرز الكامله عندي فور طب ال البواقي الانصاص اللي متبقيه دي لو جمعتها كل تو تراينجلز يعملوا لي سكوير لو جمعت كده هلاقي ان عندي فور سكويرز و8 تراينجلز الايت تراينجلز دول لو جمعتهم يعملوا لي فور سكويرز بلاس الفور 4 whole squares اللي عندي يطلع كله 8 square units نمبر 4b use the commutative and associative property to calculate commutative يعني التبديل ودي أسهل حاجة هبدل هنا النمبرز اللي عندي دي بس طبعا هبدلهم بشكل يبقى أسهل لي يبقى ال 872 هخلي جنبها ال 128 لإن ال مع بعض هيجمعوا هيجمعولي 1000 okay اللي عايز يبدلهم باي طريقه تانية براحتكم المهم ان دي اسمها كوميوتاتيف هبدل النمبرز بشكل زي ما هي طب لو اخدت الفيرست تو نمبرز مع بعض بتوين تو براكتس والسكند تو نمبرز بتوين تو براكتس البراكتس دي لوحدها اسمها اسوشيتيف معنى البراكتس انها حل اللي بتوين البراكت الاول اوكي يبقى الفيرست تو نمبرز اللي بتوين البراكتس السم هيطلع ب 1000 والسكند تو نمبرز ب 1000 يبقى 1000 بلا 1000 ايكوال 2000 number 5A in the opposite figure uh, there is a window which has uh, the form of square of side length 70 cm above the square في عندي semi circle calculate the perimeter of the window ال perimeter يعني ايه outer sides يبقى 70 و 70 و 70 وال circle the circumference of the semi circle طب ما انا لازم اجيب the circumference of the circle كاملة على بعضها بعد كده اجيب سيمي سيركل او هاف سيركل يعني نصها يبقى هعمله ديفايد تو طب سيركمفرنس اوف السيركل بيتجاب عن طريق الدايامتر باي ملتبلاي الدايامتر فين الدايامتر الخط الازرق ده اللي هو 70 لان ده سكوير يبقى كل السايدز قد بعض يبقى 22 اوفر 7 طبعا اللي هي الباي ملتبلاي 70 الكلام ده هيديني 220 سنتيمتر دي السيركل كلها كامله طب انا عندي هاف سيركل مش عندي سيركل كامله يبقى هعمل ال 220 ديفايد 2 عشان اجيب الهاف سيركل تبقى 110 طب البريمتر بقى عباره عن ايه 70 plus 70 plus 70 plus 110 اوكي تطلع ب 320 طب نمبر 2 بيقول لي if the area of the window كل الشباك ده على بعضه اللي هو عبارة عن سكوير وفوقيه سيمي سيركل او هاف سيركل الكلام ده كله الاريا بتاعته 870 8750 سنتيمتر سكوير find the area of the semi-circle أنا عندي حاجتين square وفوقيه semi-circle الاتنين مع بعض ب 1750 طب أنا عارف أجيب ال square ال area of the square side by side يعني 70 by 70 هتديني 4,900 سنتيمتر سكوير في مشكلة في ال area of the square طب تبقى ال area اوف السيمي semi-circle بإيه بال 8,750 اللي هم ال two areas مع بعض سبتراكت the area of the square اللي هي 4900 الكلام ده هيديني 3850 سنتيمتر سكوير اوكي يبقى السم اوف ذا تو اريز مديهالي ب 8750 تبقى الايريا اوف ذا سيمي سيركل عباره عن السم اوف ذا تو اريز subtract ايريا اوف ذا سكوير مديني التابل دي وطبعا بيقول لي عايزين الهيستوجرام والفريكوانسي بولوج طب اول حاجه يبقى هنرسم الكوردينيتس اللي عندي او الحاجه الهوريزونتال لاين ده اللي هنكتب عليه السيتس اللي هم 2 4 6 8 10 والفريكوانسي اكبر حاجه عندي 16 يبقى همشيهم كل تو نمبرز يبقى 2 4 6 8 اند سو اون طب اول حاجه اول سيت من 2 ل 4 8 لو انا هجيب الفريكوانسي بوليجون هنا هنا عايز الفريكوانسي بوليجون يبقى عند بتوين ال 2 ل 4 في النص هنطلع عند ال 8 طب ما بين ال 4 وال 6 في النص هنطلع لحد ال 9 ما بين ال6 وال8 في النص بالظبط ولا عند ال6 ولا عند ال8 في النص ما بين ال6 وال8 هنطلع لحد ال15. بين 8 و10 في النص ما بين ال8 وال10 هنطلع لحد 16 وطبعاً في الاخر بين 10 و12 لان ال 10 and more دي معناها اللي بعدها على طول السطر بعدها 12 ما بين ال10 وال12 في النص هطلع عند ال2. لو عملت join بين lines عن طريق الرولر ال 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 يبقى انا كده رسمت الفريكوينسي بوليجون لو بايديا كده عملتها كيرف على شكل كيرف بقى الفريكوينسي كيرف